شام الهوى عالبال ياسمين شو بالي بين خدة والخال متخبي موالي مزروعة بدمي هما صفي همي مهما قسي المشوار رح ترجع لأمي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي لرقصات النانرج صدق اللي وزنه دهب والشهامة عنا فرجي قلبك خلي عالجار صدرك وسع مرجي مهما قسي المشوار رح ترجع الهمي عالحزن والفرحة سوا وشو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي عالحزن والفرحة سوا شو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي لا اله الا الله ليه عم تحكي بالهمس اختي ام رضا كانه عم نسرق ولا نهاب لا سمح الله طولي بالك تقبليني بس شيخ ريحان عنده تلاميذ ما بحب يطلع الصوت ايوه خلينا نفوت على غرفه الخياطه نكفي حديثنا لك كان تقبريني بتاخذي لي المقاس على الحارك لانه عندي مطلع على المولد ها ايه على عيني تقبريني تفضلي تفضلي الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم يو ما عرفتونا مين هالفلقة الأمر اللي عندكم يا جماعة هاي بتكون من أهليتي من معربة ايوه والله وإجت تزور عنا هيك كم يوم ما شاء الله عليها مثل القمر هاد من ذوقك يا خانم خانم يولك انت الخانم المخنمة تقبريني ما شاء الله عليك ربي يحرسك من كل عين امين يا رب امين يلا يا مو سوونا قهوة امرك يا مو امرك تعي سعدية معي انا مستعجلة يا ام رضا عندي مطلقة ايه الله يقومها بالسلامة امين وان شاء الله قعدة هالمطلقة قصدي الحلوة القمر هي مطولة عنكم لا مو كتير بس تخلص كار الخياطة ايه بزمتي بديني ما تكون عندي هالبنت ايه ما فرت فيها ولو شو ما بده يصير يو ايه انتو عنكن ولد خرج جواز قال يا بسعدو
استنى لاخذ لك طريق. يلا يلا. ابو شوكات. ابو شوكات شو عم تعمل هون؟ امشي عاوزه. لوين؟ لك عاوزه خلص امشي قدامي. لك شو بدك مني؟ لك اخي عاوزه امشي قدامي. ايه؟ مشاك نتيجه. تفضل ابو سعدون. عمو وين راح هذا؟ اذا مو مفكرين بهالبنت واهلها بيوافقوا انا باخذها لابن اختي خجو. اه؟ لك ايه يا ام رضا، ايه مو كل ساعة بيلتقى هيك بنت حلوة ومجذبة وبتدخل على القلب. ايه ان شاء الله بيصير خير. ايه بتسألينا اهلها اذا بيعطونا اياها؟ ايه على عيني. بدك شي؟ سلامة قلبي. بخاطري. الله معك. والله هالبنت فعلا جذابة وبتدخل القلب. كلام ان صبحي صح، ليش انا ما فكرت قبل هيك؟ لك ابو شوكت شو بنا؟ شو؟ ليش لفشتني؟ انا ما لفشتك، قلت تفركشت لحالك. العمى شو بدك مني هلا؟ ليش جبتني؟ بدك تقطع لي اللي ما صدقت انت لقيتك. هلا ضيعت علي زبون مشان تقول لي قوم احلق لي؟ ايه اخي انا اولى من كل الناس. ايه لا مانك اولى، انت اولى من ابو ظافر. شي اولى من مليون واحد مثل ابو ظافر. من هو ابو ظافر؟ ابو ظافر واحد متسم ومهبر ومعه عمله كثير، انت مانك مثله، لذلك اذا بدك مني احلق لك هلا بدك تعطيني الاجار دبلين. لا عمي ما راعطيك شيء، روح ارجع للزبون تبعك. سلام عليكم. وعليكم السلام عمي. شو فهمتك؟ خلص انت حطي ايديك ورجليك بمي بارده. هيك بدي اياكي ام صبحي. عندي يا ست سميحه. بس مو تقولي لي عندي وبعدين ما يطلع معك شيء. على شو؟ على اللي حكينا. ايه ايه ولا يهمك. بس شو حكينا؟ عن جد عم تحكي ام صبحي؟ انه بعد كل هالحكي انت لسه بتساليني شو حكينا؟ ايه هلا سالتك شو حكينا ما جاوبتيني. يلي حكيناه عن الجماعه. يو انو جماعه؟ يو ام صبحي لا تجننيني، انا من عدا شي هاليومين صاير عقلي جوزتين بخرجها. ايه قصدك اللي حكينا؟ ايه ايه عن الجماعه. ايه يعني ام رضا. ايه اريدها ان شاء الله ام صبحي. ما حكينا ومشي الحال، ليش نعيد ونفتوق؟ ايه اه معتب لي ان شاء الله يا ام صبحي شو بتفهمي. وبالقطع الطاير. عليكي روحي او عم التفي بملايتك مشان تروحي لبيت اختك سمية، بتمسحي لها يا منيح وبتنطفي لها يا كتير منيح، لانه خطي علي بتكون لساتها تعبانة. لبين ما انا كون خلصت الطبخة بلتف بملايتي وبلحقك. على عيني. يا مو بشو شاردة؟ ولا شي، بس بدي اسألك، انتي شفتيها لسعدية قرايتها لمرت خالي؟ سعدية؟ لا والله يا مو، وين بدي شوفها؟ انا فاضي اشوفها؟ مالك شايفتيني 100 طوشة براسي؟ يلا يا مو لا تنسي اللي قلت لك تعمليه. حاضر. اليوم بدي اتشكركم، كنتوا شاطرين كثير ومجتهدين، الله يرضى عليكم ويجعلكم ربي هيك من اعلام الشام. يلا الله معكم، لا تاخروا بكره. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أم رضا ويخليك يا رب. كان درسك اليوم متعب يا عبي. ما في شيء مريح بهالحياة يا بنت، حتى الدروب صعبة. المهم كيف سعدية؟ الحمد لله. مبسوطة عنا وأخذتي على الجو ولا لسه يا سعدية؟ الحمد لله. بس إلها طلب عن جنابك يا عبي.
سعدية خانم تؤمر أمر. تفضل يا سعدية. استغفر الله. بصراحة يا أبي سعدية إلها عن جنابك طلبين. الأول حشتني كشيني سعدية. يو قولي يا مو شو هن نطف قلبي على ما أعرف. ما في شي خالتي أمرضة، ما في شي، مو هيك سكر؟ لا في. احكي شو القصة يا بنتي. لح احكي. سعدية على بالة أكلة بامية ورباط بقشطة. على عيوني يا أبي، هذا صار. والطلب الثاني؟ والطلب الثاني بدها تتعلم على ايد الله وايدك القرايه والكتيبه. شي ليش ما بتعرفي تقري وتكتبي لك بنتي؟ قلت لها سكر ما صار لي اتعلم لانه عنا بالضيعه ما في شيخ كتاب. من عيوني التنتين يا بنتي، بس بدك تتحملينها. يعني تعليم الكبير مو سهل، لانه العلم في الصغر كالنقش على الحجر. مثل ما بدك شيخي، المهم اتعلم. طلباتك اوامر سعدية خانم، والطلب الاول راح يتنفذ هلا. طلب البامي هلا راح ينزل على السوق وجيب لك بامي. اما من حيث الطلب الثاني فمن بكره الصبح بتجهزي لي حالك لتكوني مع تلاميذي هون بالدرس. عن جد عم تحكي شيخي؟ اي طبعا عن جد. ليش بتحط معك يا ابي بنات حلوين بالدرس؟ الاولاد صغار يا سكر ورح يفرحوا كثير بسعدية. الله خلينا ياك يا شيخي، ندران علي اول ما اتعلم القرايه اول خدمه اهدي هذا صحايفك. لا يا بنتي، اول خدمه رح تهديها لصحايف ابوك وامك الله يرحمه. انا ما بحاجه هلا. مثل ما بدك شيخي، المهم اتعلم. ما بتعرفي يا بنتي يا سعدية انه ينقطع عمل المؤمن بعد موته الا من ثلاث. شو هن شيخي؟ اولا عمل صالح. شو كمان؟ صدقة جارية. شو كمان؟ وولد صالح يقرأ ويدعو له. امرك شيخي، رح نفذ كل الشروط اللي قلتها، المهم اتعلم القراية والكتيبة. عفارم عليك. يلا تقبرني، تروح تجيب لي البامية مشان لحق اطبخ. امو على عيني يا ام رضا. تسلم لي عينك، ولا تنسى وربات القشطة يا ابي. تكرم عينك يا سكر انت وسعدية، راح نجيبه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مبسوطة سعدية خانم؟ مبسوطة كثير. ها، وشو ما بدك من اليوم ورايح؟ طلباتك اوامر. شلشتيني يا ام رضا، شو في؟ خلص بس ترجع من السوق بقول لك. خلاص بس ارجع من السوق. بتعرفي لا تفتحي الحديث معناتها مره ثانيه. ايه تقبرني، هو الحديث طويل وبده قعده. ايه طالما الحديث طويل وبده قعده ليش عم تقولي لي اياه هلا؟ خلاص بس نرجع من السوق وبنقعد على رواق بنحكي. نسيت اقول لك. تفضلي. كانه تاخر رضا. مشواره بعيد يا ام رضا. طيب يعني بيرجع قبل ما تلين؟ باذن الله بيرجع ان شاء الله. شو بدي اقول لك؟ تفضل اعزمي ام شوكه وبنتها على الغداء، لا تنسي. لا تقبرني. يلا الله معك. مع السلامة. يا ترى بيوافق ولا لا؟ هلا بس يرجع بتفعل هدول. يلا يلا على السريع على الخياطة. ايه يلا لبين ما يجي ابوكي. يلا يلا يا ام شوكه وينكم يا جماعه؟ يا ام شوكه. ايه ايه مرتخي، اهلا وسهلا ام رضا. اهلين تقبريني. لك تقبريني وين غطى هالغطى؟ لك يعني ما بتعرفي يا ام رضا انه بنتي سميه الله يخلي لك ولدانه ونفسها جديد. ايه الله يعطيها القوه يا حق. الله يسلمك. المهم بدي اياكي تيجي انت وبنتك تتغدوا عنا، لاني طابخه باميه واخوكي مشتهيكي فيها. شوفت عينك سمية مشتهية أكلة معلا، قلت لحالي بطبخ لها إياها وباخذ لها إياها على البيت. طيب ما بتتأجل لبعد ما تتغدي عنا؟ لا تقبريني لأني بعتت بنتي عناية مشان تروح تشطف للبيت وتمسح للغرف. يو حتى عناية ما رح تجي تتغدى؟ لك شو بنا مرتخي، لاحقين لاحقين. طيب بس ترجعي مرقي لعندي، بدي إياكي بجوزين كلام أو اندهيلي. خير إن شاء الله، بخصوص شو؟ خلص بس ترجعي بتعرفي. إيه مثل ما بدك تقبريني إن شاء الله. يلا بخاطري. الله معك حبيبتي. وهي تركت الكتاب لحال، شو بدي؟ بتعرفي زينب؟ لا ما بعرف. يا علينا زينب، ايه والله رح تخليني اعصب. يو وليش يا بعدي؟ من جواباتك. لانه حضرت جنابك كل مره، احكي ولا ما احكي، قول ولا ما اقول. ليكي حذري، ايه شو هالجوهرة اللي ما عم تنطقيها؟ دغري فوتي بالموضوع بلا لتو عجن. يا ريت سعدية بيناتنا. هاد اللي كنتي بدك تقولي؟ ايه هاد.
بدك الصراحة؟ طبعا بدي الصراحة. أنا دايما هيك بقول بقلبي بيني وبين حالي، يا ريت سعدية بينك. يعني نفس الشيء؟ يعني هيك شيء. اخذي هاد. طيب ليكي، شو رأيك اقرا عليك؟ ايه تفضلي. اسمع، أنت أعمى وأنا أصم أبكم، إذا ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر. بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق، فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى. حبيتي؟ كتير كتير. هيك لكن يا عم رضا، هيك بتساوي فيني؟ والله ما رح انسالك يا هلا وشو ما كان. وبكره بتقولي سميحة قالت بدك تقولي ست سميحة خانم غصبا عنك، عم تفهم شو يعني؟ فكرة حالة بتوقف وشي جاي اليوم يلي خليك تعطي أصابيعك ندم، ما بيكون اسمي الست سميحة خانم إذا ما خليتك تتبهدل يا عم رضا. لكن هيك بلا أهم ولا دستور بتبيعيني كرمال خدامة؟ هي الخدامة تبعي وجاية انتي وتسرقية هيك؟ يا سراقة يا حرمية، أنا فرجيك والأيام جاية. شلون هالدنيا مركبة؟ ما عم بفهم. لا والله ما عم بفهم، والله بدي أعند هالبيت هاد لحتى يفهم. أي والله لك بعدين، شلون في قوي وفي ضعيف؟ وليش هذا قوي وليش هذا ضعيف؟ ما عم بعرف. وليش القوي لازم ياكل الضعيف؟ والله ما عم بعرف. شو هاد؟ شو عم بيصير بالدنيا؟ والله الدنيا فيها خيرات بتطعمي بتطعمي البشر كلياته، بس البشر ما لهم بشر مع بعض. الله والله. بس ما بيحرق قلبي إلا الفقير اللي مثل حكايتي. أي والله ما بنسى كلمتك وعلى طول برددها يا أبو راشد. يا أبو راشد العجوز رحمة الله عليك، لما كنا قاعدين بالقهوة عم نرقي قلت لي فقير مثل اللي اللي بنحطها بالبلاي بتضل تسلي للدود، وأنا هيك قدام العالم نحضر اسمي لدوب. شو أعمل بحالي؟ هيك الله خلاني. يبعت لي حما يا سعدية. لهلأ أخي رضا ما كان يرجع، صار الوقت نص الليل ولهلأ ما كان يرجع. ليش هو مو بالحارة؟ بس مو بالحارة. لا مو بالحارة. يعني وين راح؟ راح مشوار، مشوار بعيد سعدية. ايوه. طب لوين؟ ما فيني قلك هلأ، ما فيني قلك. ليش؟ يعني شو ليش؟ ما فيني قلك. خلص بعدين سعدية بعدين. هلا هيك يا سكر رح تزعليني منك؟ ها لا تزعلي مني سعدية، بس والله ما فيني قلك. بس ليش بتعرفي؟ دبريني لا تزعلي. الله لا يحرمني من افكارك النيره يا ام رضا. يعني انا قلت لحالي احسن ما تضايق ام صبحي تاخذها لابن اختها. هلا الشور تبعك انا عجبني، مو مشان لا ام صبحي ولا ام صياح. لك مشان شو يا رجال؟ قليلة يا مرضى، قليلة عند رب العالمين هذا الثواب الكبير، إنه بنت يتيمة مقطوعة من شجرة، إنه نستر عليها ونزوجها لأبنها. يعني أنت موافق؟ طبعاً. يلا ومنه منفرح بالرضا. قبل ما نفرح بالرضا، بنفرح قلب بنت مستورة هيك حبتنا واستجارت فينا. المهم يا أبو رضا، ما نفرط فيها أبداً. لا، كيف بدنا نفرط فيها؟
الله يجبر بخاطرك يا حق. جبر خاطر البنت سعدية له ثواب كبير عند الله. الله يجبر بخاطرك وخاطرها. طيب بركي البنت ما وافقت يا امرضة. لا ايوه، ليش ما توافق؟ ما هي مبسوطة كثير بالقعدة عنا، معقولة ما توافق على ابننا؟ هاي شكل وهي شكل يا امرضة. شو يعني؟ يعني ما بصير نجبر البنت على اي شيء نحن. لا اكيد انا ما راح اجبرها. وعك يا امرضة الله يرضى عليك. نخوفها للبنت، نمسكها من ايد اللي بتوجعها مشان توافق، هذا لا بيرضي الله ولا بيرضي الرسول ولا بيرضي حدا. اكيد يا ابو رضا. ايه خلص لك مثل ما بدك، بالهنا. الله يهنيك يا رب. تسألين لي اياها الليلة؟ اكيد الليلة بدي اسألها. وخلص بس يرجع رضا انا بسأله كمان وبحكي معه. صحيح على ذكر رضا، كأنه طوال. لا ما طوال، انا بعته مشوار طويل، وان شاء الله بس يرجع بيطمنا هيك اكثر واكثر. يا رب. يا رب. كأنه اجا. رضا وينك لهلا؟ لك اخي وينك لهلا؟ الله يخلي لي اياكي يا احلى اخت بالعالم. لك اخي والله فاردن عليك من الصبح، ليش لهلا؟ شحني اختي شحني، ما فيني شيء، شحني شحمي وبلحمي. يبعث لي حمى عليك لك اخي، ليش هيك منظرك؟ ليش هيك مكركب؟ لا تقولي بعث لي حمى، لا تقولي بعث لي حمى، قلنا لك ما في شيء، طوشه بيني وبين شباب وحليناها. ايه اخي ايه اخي، ما حكينا شيء، انا وابوك وامك وسعديه، فاير دمنا عليك من الصبح وناطرينك، فوت اخي فوت. يلا فايت فايت، بس ما قلتي لي، انت عن جد غلي قلبك علي؟ بدها سؤال لك رضا، بدها سؤال، فوت. الله يخلي لي اياكي. فريزي، شو خلصتي من الكتاب؟ ايه تقبري. ايوه مشان هيك صرختيلي. حسري بشو عم فكر. ايوه هلا انت اللي بلشتي. شو يعني؟ يعني لازم تقليلي شو بدك. ايه رح اقلي. ايه تفضلي سامعتك. بصراحة انا عم فكر كمل علامة. الف مبروك يا روح قلبي. مبسوطة؟ ايه طبعا مبسوطة وكتير كتير. ايه الحمد لله. لا اتذكرت مالي مبسوطة. يو ليش غيرتي رأيك؟ ايه بخاف تتركيني. لك يبعت لك الهنا، ايه شو رح اسافر انا؟ ما انت كمان رح تتجوزي. ايه والله مزبوط. عليكي مشتي شعرات. المهم بلا طول سيرة يا بي. لسه المهم بلا طول سيرة يا بي. المهم بلا طول سيرة يا بي. الله يرضى عليك يا بي. كم مرة بدي اقول لك فوت بالزبدة، اعطينا الزبدة يا بي. خلصنا بقى يا مو. الزبدة الزبدة يا جماعة. تفضل. هجموا لكم علي شي 40 فارس. 40 يا بي. 30 يا بي. 30 30 يا مو. 20 يا مو. 20 ثلاثة من 40 لل 20 اخي. 10 10 اختي 10 10 يا مو. يا مو ثلاثة وقفتيني عم نقرا يا مو ثلاثة بس كبار يا بتحسيهم عشرة. هلا إذا بدي لك وين كانت حصان بتروح لبكرة الصبح. إيه يا بي قلت لي ثلاثة يا بي. الزبدة يا بي. تفضل. في واحد منهم طوله 6 متر ونص. 6 متر ونص؟ لا متر ونص إلا يا مو. وهجموا هجمة عشيرة يا بي. يا ساتر. ودارت الحرب بيناتنا يا بي. ولي علي. لا تولوا لي يا مو لا تولوا لي، أنا رجال ابن رجال ولا يمكن استسلم وانا على دمي. بعيد الشر تقبرني. وصرخت يا باطل راح الاول يا بي، وصرخت يا باطل راح الثاني يا بي. عفارم عليك يا ولد. بس بقيري تالتهم يا بي، عنيد وراسه مثل اليقطينه. انا بحب اليقطين اخي رضا. سمعينا انت سمعينا. تشرف احكي كمل. واستفرد فيني انه ما بيخاف الله، وفوق العتم كسر لي ظهري يا بي. اوعك يا ولد. وقلت يا دافع البلا. حلو. وبقدرت قادر ملصت منه، ومثل السهم صرت حصان يا بي. شلون الحصان؟ شلون الحصان يا بي؟ اصيل اصيل ما بيخاوز. الحمد لله يا ربي. بدها ندر لسيدي الشيخ محي الدين يا بي. قلت لك حاجت اقطعيني سكار. شرف احكي. ومثل هبوب الريح يا بي، مثل هبوب الريح. اطرق اطري اطرق اطري اطرق اطري اطرق اطري اطرق اطري اطرق اطري اطرق اطري. وعلقت لك هذيك العلقه يا بي. بس انا معي حصان اصيل. شلون الحصان ها؟ ايش ولا حصان هذا؟ وقف معي وقفه رجال. الف الحمد لله يا ربي. ويا بي
قوم معي قوم يا ابي قوم قوم يا ابي هنا كملك سيره عاوزك كمتين يا ابي قوم قوم دقيقتين يا ابي كملها جوا قوم يا ابو ايوه تعي يا مو سعدي هادي قدامي بدي ياكل كلمه انت يا مو ستر اعملي لي قهوه امرك يا مو امرك هادي تمرين هادي احكي من الاخر يا ولد يا ابي الراي رايه بس انا مضغوط ومو غرز زواج هلا احكي من الاخر يا ولد يعني انت مو لاقيني صغير يا ابي وشو صغرك يا ولد طالما فت ب 18 صراحه يا ابي يا خايف خايف ومن شو خايف طالما عم تقلي انه سالت عن البنت بالبلد تبعها وقالوا لك انه هن من عيله محترمه وناس طيبين كثير مزبوط ما عليها شيء البنت يا ابي لكن من شو خايف صراحه خايف ما اقدر احمل كيس القمح يا ابي يلي نفر من ثلاث فرسان أطول من عنتر عبس لازم يحمل 10 كياس قمح مو واحد وإذا مت العادة نعناد على قولة أختي سكر يا أبي بدك تحاول يا أبني بدك تحاول مو لتوافق البنت يا أبي طبعا بعد موافقة البنت أنت فصير وأنا بلبس يا أبي وهيك يا أبي بنكون اشتغلنا على السنة وجبرنا خاطر هالبنت المكسور منت علينا منت علينا يا أبي الله يرضى عليك يا أبني يرضى ويطعمكم أنت وأختك سكر أيام حلوة هيك مثل القطر ويديمك فوق راسنا يا بي خلص لعيونك حتى لو ما وافقت البنت رح خلي أم رضا تدور لك على بنت عيلة محترمة لأنه هي شغلة الجواز خرطت بمشطي ايه خلص مثل ما بدك نتزوج يا بي الله يرضى عليك يا ابني يرضى رضيع رضيا ايه خلص خلص ابن عمي كل الامور تمام ايه الحمد لله تعشيتوا لا ايوه شو انت عشى بلال خير 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 السيبا الله يمسيكم بالخير يا اولاد يا ابي سهل مساء عدو عدو قولوا بسم الله بسم الله استنوا شوي شو في يا ابي شو بدك تقول يا ابي؟ ايه ما شاء الله على السفرة ما شاء الله شي بيفتح القبلية مين عامل هاي السفرة؟ كلنا يا ابي كلنا ايوه الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية يا ابي يا ابي بدنا ناكل ولا شو؟ لا خلصنا يا ولد إذا الأكل إلك بطنك مو إلك شي جلس شو بيك سميعة؟ ليش مبوزمي؟ فشي ابن عمي افرد يا افرد يا ما حلوة قدام الأولاد شو كان بدك تخبرنا يا بي الحقيقة يا أولاد عندي خبريتي قولن يا بي بسرعة مشان نبلش أكل هذا ابنك ظافر بده حمية ها لا تخليه تقي الأكل بالليل ماشي ابن عمي ايوه الخبرين هني انه أنا عندي أصحاب من حلب حكوا معي مشان زينب والزلمة حكيم ومعدل العريس يعني مبروك زينب مبروك مبروك زينب استنوا شوي بدهم يطلبوا ايدك يا زينب والعريس مو حيلا تراها حكيم طيب يا بي هو بده يخليني كفي علامة الشاب قال بعظمة لسانه انه بده اياك تكفي علامك وانا شفته لهالرجال ابن عيلة واخلاق ومعدل حلو هذا الخبر الأول يا أبو زافر والخبر الثاني ابنك زافر فرط وبده يأكل خطأي يأكل شو ساوي له كل يا أبي إذا كنت جوعان كل إذا كل عك لا يا أبي اسمع الخبر الثاني يا سيدي الخبر الثاني هو إنه فريزة لازم تتجوز باليومين ثلاثة يا إن شاء الله ألف مبروك تقبريني مبروك يا أبي مبروك مبروك إن شاء الله شو يعني هلأ يا أبي سؤال يعني أبو زافر بعد ما حكيت هالأخبار الحلوة فيهم يأكلوا الأولاد ما هي؟ إيه بنتي زينة شو رأيك يأكلوا ولا ما يأكلوا؟ إيه طبعاً يا أبي إن شاء الله بالهنا والله الجوع مو حلو أصلاً الجوع ما حدا بيحبه إذا هي قولوا بسم الله يلا تفضلوا بسم الله يلا قول شري سكي يا أبو هات خبز والله يسلم هالإيدين تقبلني شو تأكل يا أبي؟ هات خبز يا أبي مسيك يا أبي صبي شاي سمي بسم الله إيه على عيني شو عجبنا؟ قولي سعدية قولي يلا احكي احكي لك بنتي لا تخجلي نحن طلبناكي لانه حبيناكي وما بدناكي تطلعي من عنا
ليش اللي مثل سعدية يا مو قديش اللي نحبوك؟ والله وأنا حبيتكم كثير كمان. معناها وافقي؟ وافقي على أخي رضا؟ وافقتي ما هيك سعدية؟ وافقتي ولا شو؟ تقبريني، نحن ما رح نجبرك على شيء. حتى لو ما وافقتي، أنت رح تضلي بقلبنا وعيوني. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد؟ خلص يلي بتشوفه مناسب. نحن حابينك وشارينك بالغالي يا سعدية. يا حبيبتي لازم تكوني موافقة من صمصين قلبك. يعني أنا وافقي سعدية وافقي، إذا بتحبيني وافقي. أمانة شان ما نترك بعض، شان ما نبعد عن بعض، وافقي سعدية. خلص موافقة. لا بين الزراغي من هون جاي يا بعيدا يا رب عليكي. روحي شوفي بس شو الصوت يا ولد. أوام يا أمو. هذي شو خلاص يا هالترى شو اللي بده يكون صاير؟ شو بيعرفني؟ هلا عيناي تجيب لنا الخبر. تعرفي شو كان؟ إيه هيك الله بعد يصفر بضيفه نصيبة لمثل عيناي. إن شاء الله يا رب. مين بده يصير يغريني كاسة شاي طيبة مثل كيف أي؟ مين يعني غيري أنا تقبرني؟ إيه بس مو مثل شايات عناية. لا قمت تزرعين شايات عناية شو بصار؟ والله ما بعرف. تعرفي بشو حلال؟ ايه ابو حلال كتير نتبان سمعت كلمتي ما بعت الضغطي. لك مو شغلتك هالشغلة، مو شغلتك، مو شغلتي. ايه مو شغلتي. هلا اللي بدنا نقوله بدنا نعيده ونزيده. خلصت خلصت مو شغلتي. شو بصار؟ طمني يا ابو رضا طمني. مبروك يا ابو رضا وافقت العروس. الف مبروك الف مبروك يا رضا. الله يبارك فيك يا ابي. الله يبارك فيك يا ابو. تقبرني والله لاعمل لك عرس طنطن تحكي فيه الشام كلها. وبدي اعزم لك كباليه الشام وكباليه الارياب كلها. تستاهل يا رضا. رح اعمل لها احلى فستان عرس حرير يا ابو رضا. حرير ها؟ اكيد تقبرني. زلطي يا ابو رضا زلطي. يسعد مساكي خالي. ومساك خالي. عم بسمع زلغيت، شو القصة؟ عبال عندي، خطبنا لرضا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك خالي عبال عندك. مين خطبتوا له؟ سعدية اللي عنا. بنت مرباية وأدمية كتير. ما بدك زلغتي له خالو؟ عم تبكي خالي؟ من فرحتي لابن خالي رضا لأنه رح يتجوز الله يهني. لا يا خالي لا، وحياتك ما بتضلي غير فرحانة لك واللي خلق الخلق. رح تضلي مبسوطة وفرحانة كل حياتك إن شاء الله. وتركيها علي هي، وبابكن رح يندق قريبا. أي خالي أي تحكي خالي تحكي.